قول لي هاني بيه خميس بيه. اتفضل. موجود. يا عم احنا ايه اللي جابنا هنا يا بني ادم؟ لازم تلبس وتتهيئ عشان تقابل راجل حماك. دول ناس اكابر هتروح لهم هنا. قالت انت كمان هو راجل بلبسه. احسن تسكت. اسكت اسكت خلينا نتصرف. خميس. اهلا يا خميس. طبعا الدكتور كمال صاحبي عارف. اهلا اهلا وسهلا. احنا عايزين بدله وجزمه وشراب واخر انتاك الكمال عشان في موضوع عائلي كده. اغسل لك سيفك قوي قوي يا خميس. اتفضل 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 معايا. اتفضل. لا اللي انت عاوزه. ايه رايك في البدله دي؟ زي بعض زي بعض بقى. كويس. ايوه بس يمكن تطلع عليك قصيره شويه. لا ما انا يعني حددت نفسي فيها حتى الواحد يبقى شكله طعم وهو ماشي مدبل كده. يلا يا جدع اسحب له جزمه. قوي قوي قوي. 41. مش فيلا حلاوه بيل عن تابلي؟ ايوه. نقول له مين؟ لا هو الحقيقه ما يعرفنيش. قول له كمال. حاضر. اتفضل. هقول للمعلم. معلم ايه؟ بقول لك عايز ساعات البيت. اهلا وسهلا. حضرتك عايزنا؟ لا ما استغناش. انا عايز حلاوه بيل عن تابلي. اهو احنا ابن حلاوه بيل عن تابلي. مش هنا نمرة ستة؟ سيادتك حلاوة بيل عن تابلي؟ قلت لك احلف لك بالطلاق. طلاق؟ لا يا فندم صادق صادق. لا مؤاخذة حضرتك عندك بنت اسمها نورة. انت تعرف نورة؟ لا. ايوه ايوه يا فندم انا زميلها في كلية الزراعة. كلية الزراعة؟ في كلية زراعة ايه بس؟ كلية ال ايه؟ كلية ال كلية الطب يا فندم. احنا في كلية الطب مع بعض. هي كلية الطب. اهلا وسهلا. خير؟ خير اللهم اجعله خير. هو في الحقيقة أنا يشرفني يا عمي إني أتأنس وأطلب إيد بنت ساعتك. عايز تتجوز نورة؟ لا انا عايز اخطبها بس يا فندم وبعدين يبقى الجواز ضمن بعد كده في المستقبل. انت قلت لي بتشتغل ايه؟ في كليه الطب. عميد مدير استاذ؟ لا يا عمي اقل شويه. انا زي ما تقول كده زميلها. تلميذ يعني؟ تقريبا. واهلك ما جوش معاك يخطبوها ليه؟ لازم والدك مجهول جدا. صاحب املاك؟ نعم. يعني عندك أراضي مصانع عمارات؟ لا يا عم احنا بتوع القانون 83. أنا والدي موظف. موظف؟ بيشتغل محضر. أنت سمعت على حلاوة العنتابلي؟ حلاوة العنتابلي مين يا فندم؟ احنا. لا ما باخدش بالي. لا مؤاخذة أصلي ما بقعدش على قهوة يعني. طب اخويا احب اعرفك بقى بحلاوه بيه العنتابلي. احنا ولا فخر مليونجي عم جزرين ملك اللحمه. عارف هي ايه اللحمه؟ اعرفها طشاش الحقيقه يعني. اخر مره كان يوم 4 يوم 6 مش فاكر بالظبط. بطل استعباط يا علي. الله جرى ايه يا عمي؟ حضرتك طماع وهو انطاجي وجاي يتحرجم على القرشينات. لا روح والدك. لا ده يا عم انت مش واخد بالك. ده انا بينتظرني مستقبل باهر. باهر بكام؟ انت عارف اقل صبي عندي بياخد كام في الجمعه؟ 45 جنيه يعني 180 جنيه في الشهر. ده غير اللحمه. بس يعني امشي اطلع بره. مش كده يا معلم. بره. بره فين يا معلم؟ بره. اوعى تمد ايدك يا حاج تابلي. ومش عايز اشوف خلقتك هنا نهائي. ولا انا عن تابلي.
يلا ده دكة البحر. يا بابا كلها كام سنة ويبقى دكتور وليه مركزه؟ الكلام ده كان زمان وجبر، دلوقتي قرشك هو مركزك. الظاهر الواد ده جاي وحاطط عينه على القرشينات عايز يلهفهم. قرشينات ايه بس يا بابا؟ ده شاب كويس جدا. يعني اتكلمتوا مع بعض ومتفقين؟ يا بابا ما هو ومش بعيد تكونوا بتحبوا بعض ويكون وكلك اسطوانتين عشان يلبش افكارك. يا بابا اسمع. اسمعي، انا دخلت كلية الطب عشان يقولوا حاجة واحدة بس، بنتك الدكتورة راحت، بنتك الدكتورة جت، انما الظاهر انا كنت غلطان. يا بابا ما حصلش حاجة لكل ده. حصل ولا ما حصلش خلاص فينيتو، من بكرة مش هتروح الكلية، وانس الدكتورة دي نهائي. علي النعمة الدنيا اتقلبت بقى، الراجل الجزار مش عاجبه الدكتور. هو يعني هيعمل ايه بالدكتور؟ هو عايز تاجر مواشي جزار لحمة جملي؟ بلك يا خميس. اه بلك، النهاردة الناس ما بقتش تحترم غير القرش. القرش نبى يا جماعة، مش عايزين نتكلم في الموضوع ده. ورحمة امي هو الخسران. عارف انت لو امي عايشة كنت اجوزها لك وهي الكسبانة. بس بقى لديك مفك في خلقتك. حلوه حلوه حلوه، طالعه من بقك زي الشاهد. الله، الدكتور بقى يتكلم بلغوتنا يا جدعان، بدل ما يقول مشرط ما يقول مفك. والنبي هتوصل، والنبي لا توصل. روق الاناني امال يا دكتور، روق وتوصف اياته حاجه. والنبي انت حيل. ادخل يا فالح، ما نخش من وراه غير قله الراحه. كل سنة وانت طيب، قصدي بعود الأيام. بعود الأيام سنة عندك. حضرتك شارب؟ شارب ازاي؟ أنا كويس أهو، ده بس بيتهيألك يا عبدو. بيتهيألي وبتستعماني كمان يا كلب. ايه ده يا عبدو؟ يا عالم ايه الغلط ده طيب؟ ياهو يا خلب، تعالوا شوفوا يا فندم جاني سكران. ايه لا يا عبدو ما صاحش، الدنيا نهار، الدنيا ليل والناس بتاكل، الناس نايمه. وكمان ما انتش قادر تصمد طولك يا خبر. يا عالم يا هو يا خالي، تعالوا شوفوا النكبه اللي انا فيها. التلميذ اللي انا بنزف عليه ده قلب جاني سكران سكران. يا بابا ما صاحش، نخش شقتنا ونتعتب جوه. انت قمت تعتب العتبه دي تاني؟ وصباح رباح. لا يمكن ينهار، ده لا يمكن ياكل لقمتي. يا عم يعني لقمة القاضي يا خي كده. طب امشي اخرج من بيتي يا كلب بره. معلش يا كمان، الظاهر انه متضايق واعصابه تعبانه شويه. تعالى معايا يا عبد الصمد افندي. اجي فين؟ عاوز ابوظ العيله ترنهم بايظين. اتفضل يا ابني تعالى بات عندي. انا همشي، انا همشي خالص، انا ماشي. يا صباح الخير يا اللي معانا. يلا وكمان خد امسك. عجبكم اللي عملتوه فيها امبارح؟ قال خمسه فرفاشه قلبت ب 15 غنم. وانت ايه اللي نزلك؟ ما بتش هنا ليه؟ يلا بقى. بقول لك ايه يا خميس؟ اخبار الصوره معاك ايه؟ وبعدين؟ الله زعلان ليه؟ انت هتنسى الصوره؟ مش ابوك بيشتغل صوراماتي؟ وانت اسم الله عليك ابوك الكونت ديمونت دي محضر. يا سيدي انا قصدي عامل ايه معاه؟ لا بشوفك بتحتك بيه ولا هو بيحتك بيه، اشمعنى انا يعني؟ شوف، طول ما انا ما بطلبش منه فلوس فاحنا اصحاب. قاعد انا في الاوضه اللي على السطوح ديت وبالتلات جمعه ما بشوفوش. بيقول لك ابني مجدع تلميذه بيكسب وفالح، تلاقي بيخبط ابوك. ابويا؟ اه. تلاقيه بحث واستقصى وعارف انك فين وجاي يصلحك. طب اسمع، انا هاتل عليه عشان ما اعملهاش تاني. ايوه ايوه يا عم عبد الصمد. اهلا يا عم عبد الصمد. السلام عليكم. ايه مالك؟ انا سبت الاوضه بتاعتي وجاي الدلع عندك يا خميس. تدلع عندي؟ ليه يا اخويا؟ ده موضوع كبير قوي، خلاصته انهم في البلد عايزين يقتلون. قال ايه؟ عمي زبطوه مع مرات عويس، فجماعه عويس قتلت عم، وقال ايه؟ عايزه تقتل ثلاثة كمان، اني اولهم؟ طب عمي وفلات اني ذنب ايه يعني؟ لا انا مهم، انت جرش معانا هنا هتفتحها ملجأ خميس. سلام عليكم.
خد. ايه ده؟ هتروح الكليه كحيتي؟ افرض عاوز سندوتش كوبايه شاي. هتصرف عليا يا خميس؟ هو انا لسه بصرف؟ ما انا بقى لي 4 ايام باكلك وبشربك اهو. انت هتجرسني؟ خد مش عايز. خد يا جدع خد، خليني اروح الكليه، اطلع لي برشين من هنا ولا من هنا، اتكل على الله. مع السلامه. وانت ولع واصطبح. سي كمان، سي كمان. انا فاطمة الدادة اللي في بيت التنورة، وبحت انا عاوزاك ضروري. عايزاني فين؟ في البيت. ايه؟ والنبي لا تيجي لحظة تجرى لها حاجة. طب وابوها؟ احنا عاملين حسابنا على كده. كمان كمان وحشتني قوي يا كمان. وانت كمان، بس ما تعرطيش. كل حاجة وليها حل إن شاء الله. يا رب يا كمال يا رب. فاطمة! يا فاطمة! يا خبر اسود ونايل. بابا! مين؟ بابا! بابا! مادة الكذبة أحمد! أروح فين؟ طيب. بس هو يوم منيل من أوله، يوم منيل من أوله. فاطمة! يا لهوي! إدانا بسرعة! يا فاطمة! ايه؟ بنادي عليكي ما بترديش ليه؟ جرالك ايه؟ انت؟ لا مش انا. انت بتعمل ايه هنا؟ اصل انا جاي اخد اروانه، كنت نسيت الاروانه في الارض. انت يا كلب! بلاش اخذ مني، انا عهدي بيه رجل المعرور. انا هقتلك، انا هتبعك. اجي فين؟ تعالى هنا. وعدوة كهبل ولا ايه؟ رايح فين؟ يا فاطمة! تربيش الباب كويس. يا بابا سيبه يا بابا. اسيبه ازاي؟ دورك انت بعدين لما اخلص منه. تخلص من مين؟ هي سايبه. اوعى بس حولك على حاجه. تعالى هنا اهو. شوف ما تلفليش وتدور. عتبلي. عتبلي. انا هفرجك. انت بتشمر ليه؟ انت هتودي نفسك في داهيه عشان واد رقيع زي ده؟ انا رقيع. تعتدي على حرمة بيتي يا سافل. تعالى هنا. سيب يا عتبي. يا بابا سيبه سيبه. لازم اخلص عليه، لازم اموته. يا نهار احوس، يعني كنت هتضيع عوارتك. خد البس. انت بتضحك؟ امال عايزنا نلطم. المهم هنعمل ايه دلوقتي في الواد الدندان اللي ما جاش لحد دلوقتي؟ اي والله ايوه، ده احنا جعانين. ما تيجوا ندور عليه. هندور عليه في ايه؟ انا بنخبط على البيوت وما حدش اتثبت. يا جدع بقول لك جعان جعان اهو، ما لقيناهوش نروح للواد هان نرمي جتتنا عليه يمنجهنا والسلام. يلا كل واحد وطص وشه بشويه ميه. الراس يشغلك عن الاكل. انا اكلت الرقاصه بترمز لي بعينيها يا جدعان. يا حلو انت يا حلو. خف يابا خف، الرقاصه دي بتاعت هاني، ده هو اللي عازمنا. اه مساء الخير يا كابتن هاني. مساء الفل. مساء الخير. يدوم العشاء يا سي هاني، يا منقذنا. أنا أصلي متريش اليومين اللي فيهم بابا وماما متصالحين بيبقوا قلع أيام، بيدوني فلوس بالقطار. إنما اليومين اللي فيها ماما وبابا متخاصمين باخد فلوس بالكور. أصل كل واحد منهم بقى بيديني الفلوس من ورا التاني عشان يكسبني الصف. وتطلع أنت بالقبية. فل عليك. اشرب هاني بيه، اشرب. صحتك. صحتك. اللهم عافنا على أمك وأبوك يا رب. اشتب الاول.
اهلا يا ساندي، اتفضلي. مساء الخير عليكم. مساء الخير يا قشطه. صاحبك؟ اه كمال، صديق جديد معاكم في الجامعه. هو لحد امبارح كنت في كليه الطب، ابويا بقى حب يصحح اخلاقي فطردني من البيت، فبدل ما اروح الكليه اقوم اجي في محل مهبب زي ده واقعد مع واحده من قيله ب60 نيله زي حضرتك. ما انت ليه الادب صحيح؟ لا 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 معلش، امسحيها فيا انا ست ساندي، حاكم البيت لسه جديد في الشرب والحكايه قلبت معاه بغمه. الله، مش بقول الحقيقه، ده حاجه واحده ملطخه وشها وانت تقول عليها من تخفيلك لهطه القشطه. طب خليها تغسل وشها كده، هتلاقيها شبه توفيق الدقي. عاجبك كده يا سهاني؟ جايب لي ناس تهزاني؟ قوم قوم، الله يخرب بيتك، هتودينا في داهيه. متشكرين قوي يا اخوانا، سلام عليكم. انا اسف، حقك عليا، ما تزعليش. انا يعني انا اسف قوي، لو كنت هزرت معاك هزار تقيل ولا حاجه. دي فرصه من عيله بنيله يا فندم. اشربي اشربي يا ساندي، اشربي عشان تنسي. يا ده ده، سلامتك يا ست نوره. يا حول الله يا رب. هو حضرتك اللي عملت كده؟ على اي حال مش وقته، المهم انها لازم تستريح شويه. عن اذنكم. اذنك معاك يا دكتور.